طب كابتن، عايز اتكلم مع حضرتك في فتره التوقف دي. اكيد الزمالك هيوحشنا جدا، واكيد لا طبعا الجماهير متضايقه ان هي مش هتشوف الزمالك بيلعب في الفتره دي، لكن الفتره دي فتره مهمه جدا. حضرتك شايف في الفتره ديت ايه الزمالك محتاج يعمله عشان يقدر يستغل فتره التوقف ديت؟ طبعا في حاجات كتيرة، فترة برضو جاية في وقتها برضو ان الزمالك داخل عليه لعيبة جديدة كانت او موجودة، تعاقدات جديدة في شكل جديد، في بعض الناشئين هيضيفهم مستر فييرا للفريق الاول، فكانت مطلوبة برضو بعد برضو الماتشات القوية اللي احنا لعبناها، خاصة ان احنا لحمنا الموسم السنة اللي فاتت، احنا ابطال كاس وابطال دوري، وبعدين جينا لعبنا السوبر، وبعدين بدأنا الدوري وافريقيا، فدي كانت بالنسبة لنا ايه يعني خطوة، ففترة كويسة عملية الراحة دي. يمكن مستر فييرا والجهاز بقى المعاون هيحط طبعا ايده على الاخطاء، بالنسبة الاخطاء اللي هي الفردية والاخطاء الجماعية بالنسبة له، دي هيقدر برضه يحاول، وحته حته انسجام برضه بعض اللعيبه مع بعض دي مهمه قوي في الفتره الجايه، دي يمكن انا اعتقد ان هو هيشتغل عليها طبعا. طبعا اكيد دي حاجه مهمه جدا، يمكن ما شفناش يعني والاصابات برضه. الاصابات يعني حدث ولا حرج عن الاصابات، يمكن برضه الفتره دي هتكون فتره مهمه اكيد عشان ياهل اللعيبه طبعا. المصابه ان هم يعني يكونوا مستعدين في الفتره اللي جايه. الحمد لله طبعا فتره كويسه، ان ممكن الاصابات خاصه ان احنا عندنا جهاز طبي ناجح بجد، الاصابات ما بتاخدش وقت. الحاجه برضو الحلوه والجميله ان احنا عندنا بعض اللعيبه او لعيبه كتير، دي حقيقه يعني احنا كنا قلنا اللعيبه اللي جت في الفتره الاولانيه او التعاقدات كتيره، لا بصي جت هنعوزها في الوقت أكيد. اللي هي فيه اصابات، في طرد، في مشاكل، في حاجات من دي، هتقدر اللعيبه اللي هي الزياده دي هتقدر تحل مكان اللعيبه اللي هتصاب أكيد. او اللي هيبقى عندها مشاكل، وبعض برضو الناشئين برضو اللي هو حاطط، انا شايف الجهاز الفني حاطط عينه على بعض اللعيبه الناشئين، حتى الناشئين اللي ما لعبوش كمان، فدي حاجه صحيح. كويسه طبعا.